بعد 15 شهراً من أشغال إعادة تهيئة مركب التنس حي السلام بوهران، ها هو الآن أصبح جاهزاً لاستقبال أبطال كرة المضرب خلال دورة الألعاب المتوسطية صائفة العام المقبل. الترا راهم 70 سنتيمتر هودنا لتحت دي كوش دو دريناج وكل شيء، سي لا فري ريابيليتاسيون اللي درناها هاد الخطره قبل ما نديروا لا ريابيليتاسيون اللي كون نتي با دون لي فورما، فاهم؟ بصح اليوم رانا 12 كور 11 ملعبا اضافه الى الملعب الرئيسي الذي يتسع الى 500 متفرج، يعد مطابقا للمواصفات ومقاييس اللجنه الدوليه. Dans le cahier de charge des Jeux méditerranéens, il faut y avoir un central de 500 places. Vous savez, le central Hada Al-Mazdad Hussein, qui est un ancien joueur, au format de l'époque 1962, il est en équipe nationale. Au format de l'Aïbin, à la Moussaoua de Douali. ويرتقب استلام مركب التنس في شهر جوان القادم. المركب الذي أنشئ سنة 1934 يصنف ضمن أحد المنشآت الرياضية العريقة بغرب البلاد.